شبيك يا ولدي؟ والله طلعت عصبية يا وائل. قوية. طب نورس، اذا جينا انا ووائل على ايطاليا حطعمونا على اللوش؟ ليه كنت نقول اسم الاكله ونسيت؟ كسكسي. شو اسمه؟ كسكسي. كسكسي شو هال كسكس؟ طيب نحن كتار بدنا صحون كساكس. الله لا يوقفك يا طارق. يا حبيبي يا الخير حبيبي والله. طارق يا طارق يا طارق نورس، بتحبي وائل؟ ربي قدر من فقير. انت تجي لايطاليا ما عادش نخليك تروح. شنو قلت؟ حياه ربك يا نورس، اذا وائل طلع صادق واجى عن جد على ايطاليا والله راح عاد تتخلي عنه بحياتك؟ والله لا، في حياتي. اه وحياة القرآن يا وائل من قلبي، وحياة لأمي لا بقت لها خلبي، هي حلفتي بأمي. أملي المسلسل وأملي الدراما وأملي بطيخ وأملي أكلها وبعرض لها بقت لك. يا أخي ما في ما في والله لسه صداقة أنا وهي، يعني ما في أي شيء. لا لا أنا شايف في 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 خير. يخرب بيتك، خسرتيني رفيق من بين ايدي. صوتك بعيد يا علي. ديما صوتي بعيد في الشارع، صوتي بعيد وفي الدار صوتي بعيد. والله راح تسمع فيا توا. انت حاطه موبايلك بالكفر؟ اها. شيل الكفر هلا تسمع. قديش طولك نورس؟ وائل عم بيقولوا لي سؤال عن طوله، شكله قصير. 170 170 مثل والله. هل طارق رح شيل الكفر وائل؟ شو رأيك بإيطاليا نصمم كنستين هلا، وحدة كينج وواحدة كوين؟ أنت كينج وهي كوين، تلبسوها. لا لا في وحدة أحلى. يلا سبونج بوب وبسيط. حبيت. وتلبس جرابات طوال تبعات موكلي. موكلي رح تخرجني شبيك؟ رح تخرجني في كراكوزة. كراكوزة. طيب يا نورسة ما عندك رفيقية؟ رفيقية. بإيطاليا. رفيقة ولا رفيق؟ رفيقة. قا ولا قا؟